محمد علي، دكتور محمد علي ثامري، الدكتوره نتاعك فاش وقتاش خديتها تحصلت عليها؟ الدكتوره نتاعي في متخرج من كليه العلوم بتونس، اختصاص فيزيك، متخرج عام 2021. بري محمد علي، باش نعمل عمليه حسابيه معك، قداش من عام قريت؟ معناها 6 سنين ابتدائي. انا دخلت نقرا عمري 6 سنين، كملت عمري 36 سنه. عملت 30 سنة قراية معنا. 30 سنة قراية سي حاتم، ومن بعديك نوقف قدام لجنة في مناظرة يقول لي حسن دوسيك. ما فهمتش. النهار اللي مش حسن دوسيك معناتها كي تمشي تعدي مناظرة. احنا ساعة سامحني سي حاتم خلينا بدالك من الأول شوي، ما يسالش برشا عباد في بالهم دكاترة معناتها الطب معناتها. احنا رانا دكاترة دكتور باحث نعمل في الريشيرش، معناها الاختصاصات كل موجودة معناتها، ثم في المات في الفيزيك في البيولوجيا في الإعلامية في كل شيء. احنا رانا دكاترة باحثين. احنا في تونس الأعداد نتاعنا الوزارة أصلا ما عندهاش شيفر بالضبط. عندكمش أنتم الأعداد؟ احنا حصرنا الأعداد أبوبري في 4000 فما أكثر. هذا يفرحنا راهو 4000 راهي سي حاتم يقول له 4000 راهي الدولة قائمة الذات عاجزة باش تستقطب وباش لا العدد ساعة. أول حاجة 4000 دكتور باحث عندنا من شيرة شوي ومن شيرة برشا، من شيرة شوي باش يستقطبونا. لا هو تحسننا وين كنا وين أصبحنا على مستوى العدد. ثم دولة عندها 4000 حوالي 4000 دكتور باحث تفتخر بذلك. نلقاو آلية من الآليات اللي كيفاش باش نوفروا لهم ظروف البحث العلمي. من شير تفتخر بذلك، لا من ناحية التبجح والافتخار يتبجحوا ويفتخروا بينا عنا وعنا وعنا، أما في أرض الواقع مقصيين. احنا ماناش معطلين، احنا رانا تم الإقصاء نتاعنا. بالدليل تفضل سي حاتم. علاش تقول مقصي؟ مقصيين ما عطوناش الفرصة نتاعنا. كيفاش سي حاتم؟ قداش عمرك ساعتها؟ أنا عمري 38 سنة. باهي. ومعناها بعد 30 سنه اختصاص فيزيك نمشي نحل نبيع في الملاوي. عجب والله العظيم اقسم بالله. ونتسمى معناتها نتسمى بارابور لغير زملاء نتسمى طاير بهم تيران. ثم شكون تخدم فام دو ميناج دكتوره في 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 في, في, في البيولوجيا. لا حقائق صادمه راهو سي حاتم. تفضل خذ راحتك دكتور محمد علي ثامري. سليني واحده واحده وما يسالش في عقلك. ناخذ وقتنا معك. ربي يبارك فيك. انا ماذا بيا تعطيني وقتي خلينا نفسر شويه. يعطيك الصحه. وين حانوت الملاوي؟ انا في المولوج 5. انا سي حاتم راهو الملاوي اللي تعملها انت طيبها. انا نعمل في كل شيء، نعمل في كل عباره واحد حره فهمتها. علاش طيب الملاوي نطيب ونشرج ونبيع وكذا ما لقيناش نمشوا نسرقوا ونمشوا نخطفوا. وضح لي وملاوي شيحة تسميها ولا فيها لا سندويتشات؟ سندويتشات اي سندويتشات يندرا يعقل 30 سنه. قداش في السندويتش؟ اسوان من 600 ل 4000 ل 6000 اللي تحب انت. ما عندكش كل بلاش راه هذا رزق. ما عندكش ما يسالش شيء. ماناش نعملوا في دعايه سي حاتم. سامحني يا شكويا قول لي وين المكان. قلت لي المروج 5. هذا مهم عندي. هذا سونتر الشلاه خي. ما غير من السونتر يا سيدي. انت في المروج 5؟ في المروج 5 لاباس. دخلك شويه فلوس والله قايم بالعائله. اما كل يوم نموت ونحيا اربع خمسه مرات. كيفاش؟ 30 سنه نقرا في الفيزيك ومن بعدك نمشي نبيع الملاوي. عندك الف الملاوي راهو يخدموها عباد. ما قرات الجمله مش نتاعي. مش عيب راهو ما ثماش حاجه. خدمه عيب. لا اي خدمه. خدمه مش عار. اما ماهيش بلاصتي. متزوج عندي زوج صغار. اي معايشهم بالملاوي. اي ونحشم نقول ولدي عايش ولدي جا نقريك ولا برا اقرب. يقول لي خاطر بابا وين باش نوصل انا؟ انت فاش تخدم؟ اعطيني باش نقول له. ترى راهو ماساه. راهي معضله. راهو قهر وجيعه غصه رانا نحسوا بها. راهو 30 سنه تقرا ومن بعد يقول لك شوف اوت اوف ذا بوكس. سي حاتم خلينا نرجعوا للموضوع نتاعنا. شهاده الدكتوراه ماهيش منظره في السلم الوظيفي. كي تمشي تخدم لازم تخبيها شهاده الدكتوراه. تقول لهم عندي كان الماتريز ولا الماستيرا كهو والا الانجينيوريا كهو على خاطر سيور كاليفيي. وفي نفس الوقت يحطها لك راهي موجوده في السلم السابع مهارات تؤهل صاحبها لمزاوله جميع الوظائف. ومن شيره اخرى ماهوش حاطها لك في السلم في 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 ماهوش منظرها لك في السلم الوظيفي. احوايج معناتها متناقضه.